اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قولي وفعلي ونياتي، به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عين دا جهلي وحيراتي. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قولي وفعلي ونياتي، به أشتفي من كل لداء ونوره دليل لقلبي عين دا جهري وحيراتي. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قولي وفعلي ونياتي، تنزه عن قولي وفعلي ونياتي. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قولي وفعلي ونياتي، به أشتفي من كل لداء دليل لقلبي عين دا جهري وحيراتي.
علما وحكمة وأنيس به يا رب بافتقار وشتي الحمد لله ولا إله إلا
الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام حسنك ما رأينا قد ضيا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا
جد الحسين. الله مرحبا 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 يا نور العين. مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا مرحبا من راى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين. حوضك الصافي المبارك وردنا يوم النشور. صلى الله على محمد مرحبا. صلى الله عليه وسلم مرحبا. يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي. يا الله ببركة الهادي محمد. يا الله ربي فارحمنا جميعا. يا الله بجميع الصالحات. يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي. يا الله ببركة الهادي محمد. يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nyun pangapunten segala kehilafan, kekurangan. Mohon tambah doa setu kagem keluarga kami, keluarga jamiah. Mudarasatil Quran lil hafidot. Mugi-mugi tansah dipun paringi kekiatan dening Allah. Anggenipun jagi Al-Quran. Dipun paringi syafaat fid dini wa dunia wal akhirah. Nyun pangapunten akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.